السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على منصة اي توين بلاتفورم، وهي من شركة بنتلي، وهي ميزتها إنها أوبن سورس. يعني إيه أوبن سورس؟ يعني تقدر تاخدها عندك وتبدأ تعمل سكيورتي للداتا زي ما أنت عايز وكل حاجة. طيب خلينا نيجي هنا مثلا على المنصة ديت، وعامل ليرنينج كتير لأن لازم يكون في جزء كبير برمجة، وتقول له أنا عايز أعمل كرييت، فبيسألك على نوع المديول مثلا خليه إكس مثلا، فهيجيلك ايميل يقول لك انها اتعملت وتقدر تحط فيها الملفات اللي انت عايزها. فبيقول لي انت عايز بنت لي سامبل، يعني من الحاجات اللي موجوده جاهزه، ولا لوكال، ولا مجاز بتاعك، ولا امتي اي موديل، وهتستخدم السنكرايزر ان هو يرفع لك الموديل بتاعك. طيب انا هقول له بنت لي سامبل، فبيقول لي ان في اكتر من مثال، فبقول له مثلا المثال دوت تمام، وبيقول لك بقى اذا كان في حد تاني موجود معاك فهتكتب الايميل بتاعه وتقول له سيف، هو هيبدا ينشئه لك وهيبعت لك ايميل يقول لك خلاص الملف موجود وتقدر ان انت تشوفه. طيب ده ملف كنا عاملينه قبل كده، هو نفس الفكره، اتعمل بس من فتره صغيره خالص من كام ساعه. فهو اجي هنا واقول له لا اما ريفرش يعمل ابديت، لا اما ديليت، لا اما مانج بارتيسيبنتس الناس اللي موجوده معاك، او فيو كونكت فيو ان كونكت، فيبدا يفتح لك الملف اهوت، فبتبدا تشوف الملف بتاعك تقول له فيو، هنا اخر تعديلات حصلت على الموديل وده التيم اللي موجود، فانا هقول له فيو للموديل. فانت بتدخل على فكره المدينه الذكيه، احنا كده بنرفع كل الموديل بتاع المدينه، كل المبادئ اللي موجوده، كل الحاجات ال 3D. هو بيعمل لودنج دلوقتي وبيعمل ريندرنج للموديل، فبيتظهر عندي بالشكل دوت. خلي بالك ده الباب ده 3D، لو جيت هنا هيبدأ يظهر لك الشاشة بالشكل دوت، فتقدر تشوف الموديل على هيئة شجرة، بحيث ان انت ممكن تلغي مثلا جزء معين، ده الجزء اللي هو الفوق هوت، او تلغي الجزء دوت، اي جزء ممكن تدوس عليه وتلغيه وتدوس عليه تعرف المعلومات اللي انت عايزها عن الموديل دوت. دي المعلومات اللي موجودة هنا. لو انت عايز تعمل سيرش على جزء معين، هنا ده 2D، لو في اي حاجة انت عملت لها سيلكت وليها ملف 2D يبدأ يجيبه لك كشتات وك دروينج، ده هنا سكاشن موجودة، يبدأ ان هو يفتح لك بالشكل دوت. فزي ما انت شايف هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها للمشروع بتاعك، والموديل بتاعك تقدر ان انت تسيفه اي اف سي لو انت حابب. فده خطوة قوية جدا لموضوع المدينة الذكية، زي ما انت شايف في خريطة للمكان كله، في جزء كبير جدا جي اي اس، هتلاقي هنا في ان انت تروح للفيو اللي قبل كده، ان انت تعمل زوم على جزء معين، ان انت تقدر تقيس، عندك ادوات قويه جدا للقياس ديستنس، جاب لك كل المعلومات اللي انت عايزها، السلوب والرايز والاكس والواي والزد والكوردينيشن وكل حاجه. وليك ان انت تعمل سيلكت باكتر من طريقة للعناصر، فممكن تعمل سيلكت من خلال ان انت تدوس على الحاجة اللي انت عايزها، او ترسم لاين، واي حاجة هتيجي في اللاين ديت هو يبدأ يعمل لها سيلكت ويديك كل المعلومات اللي انت عايزها، او بوكس بالشكل دوت يبدأ يعمل سيلكت للعناصر ويبدأ يجيب لك الانفورميشن زي ما انت عايز. وعندك ادوات خاصه بالسيفيل تولز زي مثلا البروفايل برسبكتيف، يقدر يجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها خاصه بال، زي ما انت شايف ياخد سيكشن في القطاع بحيث ان انت تشوف كل العناصر اللي موجوده جوه بالشكل دوت. او ممكن تقول له انا عايز مثلا ستيشن اوفسيت،
وعندك هنا الانبوكس لو في اي رسائل بينك وبين اعضاء الفريق تظهر هنا. في ديزاين ريفيو لو في مراجعة على الديزاين تبدأ تظهر معاك برضو هنا. والجميل ان كل الكلام ده اونلاين، يعني مش محتاج ان انت تفتح الجهاز بتاعك ولا حاجة، بتدخل على النت، تدخل على حسابك، تلاقي كل المعلومات ديت من اي جهاز على مستوى العالم. وممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا اشوف المين فيو، او انا عايز اشوف مثلا السيف بيس، انا عايز اشوف من هنا كونكت ويز ريسك مانجمنت سيرفيس ريكويرمنت، عايز اشوف مثلا الكلاش ديتكشن، فيبدا يجيب لك كل الكلاشات اللي موجوده.